مرحبا بكم مشاهدينا إلى الجزائر مباشر، والذي سنخصص مساحته الإعلامية اليوم للحديث عن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. إذن حل اليوم رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان الشقيق السيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في زيارة رسمية تدوم يومين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفي تصريح صحفي مشترك مع رئيس المجلس السيادي لدولة السودان أكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه، مشيدا بالعلاقات المتجذرة بين البلدين. تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، حيث تعود الكلمة الأولى والأخيرة دائما لمكونات الشعب السوداني الشقيق. من جهته رئيس المجلس السيادي لدولة السودان أكد أن بلاده تتعرض إلى مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، معربا عن سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية. السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة، شركاء إقليميين ودوليين، بعض المشترى النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر، وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. تحية للقيادة الجزائرية مرة أخرى، تحية للشعب الجزائري، ونكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتناننا لما لمسناه من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تذليله. نحن سعيدين أن الجزائر تكون حاضرة في طاولة، أي طاولة للنقاش أو للحوار، إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية فهم نصراء للحق، لذلك نحن نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. إذن نستفيض في النقاش حول هذا الموضوع مع ضيوفي هنا في البلاطو. أسعد باستضافة كل من الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا تلبية الدعوة. يحضر معنا أيضا الدكتور توفيق بقادة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. ويحضر معنا أيضا البروفيسور مصطفى صاج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بروفيسور. شكرا أستاذ سيد أحمد. شكرا على تلبية الدعوة. ودوم معكم بروفيسور مصطفى صايج للحديث، لنضع هذه الزيارة في سياقها الإقليمي والدولي. كالعادة نتدرج منهجيا، يجب أن نفهم في أي سياق تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت بروفيسور مصطفى صايج. طبعا أولا العلاقات الودية الثنائية في إطار البعد الإفريقي الجزائري دائما ما يعطي هذه الزيارات، ولاحظنا في البروتوكول الزيارة أن يتم اولا اعطاء اهميه لرئيس الدوله السياديه في 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 السودان، ان يكون لقاء في البدايه مع الرئيس مباشره، ثم يتوسع الى الوفد المشارك له، ثم انتهينا بالبيان المشترك. اذا النقطه الاساسيه انت لديك بعد تاريخي
في إطار العلاقات الجزائرية السودانية. هذا البعد فيه العمق الإفريقي، فيه العمق العربي، وفيه العمق التاريخي، لأن رئيس السوداني كلا رئيسين تحدث عن العلاقات الأخوية في بعدها التاريخي. وعندما تقول بعدها التاريخي، على الأقل في التاريخ المعاصر نتذكر أن السودان احتضنت مكتب جبهة التحرير الوطني أيام الثورة الجزائرية، كما استقبلت رئيس فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة في 1958. وبالتالي كان هذا السند والبعد التاريخي عزز فيما بعد الاستقلال تقريبا منذ 1963 إلى غاية اليوم، تقريبا العلاقات الدبلوماسية هي متجدرة لأكثر من 60 سنة. في أكثر من 60 سنة كانت هناك مجموعة من الآليات، اللجان الوزارية المشتركة، القمم على المستوى الأعلى، وبالتالي هنا تطور في هذا البعد العربي الإفريقي بما يخدم مصالح القضايا الاستراتيجية العليا لكلا البلدين. ولاحظنا أن في الختام دائما في الزيارات ما يكون توافق في الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية، وهذا ما يعطيك انطباع أثناء ككتلة تصويتية داخل الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي أو في الأمم المتحدة. وهنا الجزائر عندما شكرت السودان على وقوفها وتصويتها على عضوية الجزائر غير دائمة في مجلس الأمن، هو هذا التعبير ونسخة لما يترجمه في العلاقات الودية والأخوية والتاريخية بين البلدين. طبعا في هذه اللحظة التاريخية السودان يمر بمرحلة انتقالية، ما نتحدث عنه دائما بإشكالية بناء دولة المؤسسات أو المراحل الانتقالية للرسوخ الديمقراطي. وبالتالي المرحلة العسيرة والصعبة التي يعرفها السودان، أولا الرئيس السوداني البرهان حضر في نوفمبر 2022 للقمة العربية، وبالتالي كانت تلك العلاقات التي أرصت فيما بعد نوع من الديناميكية. هذه الديناميكية الآن في تقديري هي ترجمة، أولا الترجمة تكون في الطموح السوداني وهذا الدور الذي تلعبه الجزائر على مستوى الأمم المتحدة باعتبارها لسان حال القوى الإفريقية، لأننا ممثلين لمقعد إفريقيا من جهة، واثنين للقوى العربية والقضايا التحررية في العالم. وبالتالي أعتقد في التحليل فيما بعد ما يحتاجه السودان في هذه اللحظة بالنسبة للجزائر أن مهام البعثة الأممية لمتعددة الأبعاد في السودان تم إنهاء مهامها في ديسمبر الماضي، وبالتالي الحكومة السودانية طلبت من المجلس الأمن والأمم المتحدة أن تكون صياغة أخرى لكي ترافق عملية الانتقال الديمقراطي ووقف النزاعات المسلحة للأسف. وبالتالي نتحدث عن شراكات اقتصادية تجارية وتبادل شعبي وجماهيري كبير بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين. سنتحدث عن ذلك بعد قليل بروفيسور، لا سيما تشخيص الحالة السودانية على ضوء ما جاء في تصريح الرئيسين في التصريح الصحفي المشترك. أستاذ توفيق أبو قعد، الآن ما هي القواسم المشتركة على محور الجزائر الخرطوم؟ أكيد أن هناك العديد من القواسم التي تربط بين الجزائر والسودان، سواء من ناحية تاريخية ليس فقط بمرحلة استقلال الدولتين، وإنما تعود إلى أكثر من ذلك، وما شاهدته العلاقات بعثات العلمية وكثير من شيوخ الطرائق الصوفية السودانية مروا بالجزائر، ولديهم مثلا مدينة مثل مدينة لمسان مكانة مرموقة لدى كثير من السودانيين، وخاصة في مرحلة الإمارات الإسلامية في السودان. بالتالي هذه العلاقة التاريخية والروحية التي تجمع الشعبين السوداني والجزائري متجذرة في التاريخ، وكذلك تتطلع كذلك إلى المستقبل. في تقديري أنه اتجاه الجزائر في هذه المرحلة لمحاولة التواصل مع القيادة السودانية هو من أجل كذلك تفعيل دورها الأساسي من أجل البحث عن حلول لمختلف الأزمات الإقليمية التي في القارة الإفريقية، وانطلاقا كذلك من مبادئ الدول الجزائرية من أجل محاولة أولا توطين الحلول السلمية لمختلف النزاعات الإقليمية، وكذلك دعم السودان، خاصة ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من كثير من القوى الغربية وحتى من المنظمات الإقليمية والدولية رفعت يدها من السودان ولم تعد تقدم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها، وما أفرزته الحرب
الدائرة الآن في السودان من مآسي إنسانية كبيرة، محتاج إلى دعم دولي لتجاوز الإخوة السودانيين هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم. أكيد أن في هذه المباحثات ما تطرق إلى مختلف الإمكانيات إيجاد الحلول لهذه المعضلة السودانية التي في تقديري أنها لا يمكن توصيفها فقط بأنها أزمة بين السودانيين فقط، هي أن النزاع الآن في السودان بدأ منذ البداية إقليميا وأطراف إقليمية، وهذا ما جاء في توصيف الرئيسين بأن هناك قوى تحاول زعزعة استقرار السودان وعدم الدفع به نحو إقامة دولته الوطنية في كنف الاستقرار والسلم والتنمية، نظرا للموقع الجغرافي المهم بالنسبة للسودان الذي يعتبر من أطول السواحل على البحر الأحمر، وما يشكل البحر الأحمر من عصب التجارة الدولية وتهافت الدولي الآن التي تحاول كل قوى الإقليمية والدولية أن تجد لديها موطأ قدم. وبالتالي هناك الكثير من القوى التي تحاول الاستثمار في الاستقرار الحالي في السودان، وبالتالي الجزائر تحاول أن تعيد العلاقات الجزائرية السودانية من أجل بناء الدولة الوطنية وبناء السلم داخل السودان. جيد. أستاذ حسام حمزة، دائما نبقى في قضية هذه الزيارة وسياقها الإقليمي والدولي. الأساتذة الأستاذ مصطفى صاجي والأستاذ توفيق بقادة تحدثا عن هذا البعد العربي والإفريقي بين الجزائر والسودان، بعد عربي وبعد إفريقي، لكن أيضا بإسقاطات دولية أيضا. أستاذ حسام حمزة، وأكيد يعني عندما نتحدث عن السياقات أعتقد بأنه يجب أن نشير إلى شيئين أساسيين. طبعا أنا أتفق مع ما ذكره الأساتذة فيما يتعلق بالسياقات التاريخية، ولكن يجب أن نتحدث أيضا عما يحصل اليوم في السودان، السياق السوداني في حد ذاته. اليوم في السودان هناك شيئين أساسيين في اعتقادي يحددان المشهد. المشهد الأول أو الشيء الأول هو الحركية التي يقوم بها السيد رمضان العمامرة باعتباره مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، الوزير الخارجية السابق الجزائري، وبداية المشاورات التي يقوم بها والوساطة وعد التواصل المكثف الذي قام به خاصة مع الأطراف التي تتبنى طرح الجيش السوداني، بمعنى تتبنى طرح الجهة إلى غاية الآن الشرعية أو التي تمثل الدولة السودانية. هذا من جهة. بالنسبة للسياق الآخر أو الوجه الآخر للسياق الإقليمي فهو الزيارات التي قام بها محمد حمدان دوغلو إلى كل من إثيوبيا، جنوب إفريقيا، كينيا وجيبوتي. هذه الزيارات في اعتقادي ربما أحدثت نوعا من الخلل في المشهد السوداني، على أساس أنه فيه نوع من إعادة رسم الميزان، ميزان القوة داخل المشهد السوداني. هناك أطراف أخرى يبدو بأنها بدأت تميل أكثر لدعم قوات الدعم السريع، ولهذا الجزائر اليوم عندما ترمي بثقلها في الملف السوداني في اعتقادي فإنه أو أكبر مكسب بالنسبة للملف السوداني هو إحداث نوع من الموازنة الحاصلة على أرض الواقع عسكريا، والتي بدأت ربما تختل على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي. لهذا الجزائر اليوم عندما تعبر بمواقفها ومن خلال ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية أعتقد بأنه كان فيه تأكيد واضح على أنه الجزائر من خلال مواقفها تدعم وتقف في صف الجيش السوداني باعتباره المؤسسة الشرعية والأقدم والأعرق في الدولة السودانية. أنا الجزائر في كل مرة تقف بنفس المسافة من جميع الأطراف في إطار حل سياسي سلمي دائما. طبعا مع التأكيد على نعم مع التأكيد على أن في الأخير الحل بين السودانيين يجب أن يكون سودانيا خالصا، يعني بين الأطراف السودانية دون تدخل من أطراف أخرى. فالتأكيد على هذين المعطيين في اعتقادي مهمان جدا في قراءة هذه الزيارة في سياقاتها الإقليمية وأيضا السودانية المحلية. جيد. بروفيسور مصطفى صاج، نبدأ معكم للحديث عن تشخيص الحالة السودانية، القضية السودانية، على ضوء ما جاء في التصريح الصحفي للرئيسين. السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال إن السودان يواجه ظروفا صعبة في مواجهة قوى الشر التي تستهدفه. من جهته سيد البرهان ضيف الجزائر قال إن هناك مؤامرة من أطراف إقليمية ودولية تريد سوءا.
بالسودان الشقيق؟ طبعا دعني أستخدم بعض المصطلحات التي نفسر بها هذا النوع من النزاعات في السودان. نعم. هناك مصطلح ما نسميه بالنزاعات الاجتماعية المتأصلة أو المتجذرة، النقطة الأولى. اثنين، هناك ما نسميه بنوع من النزاعات المجمدة لكونجلي، بمعنى كل ما تكون ظروف معينة داخليا أو إقليميا يتصاعد ذلك النزاع. أبدأ بالمصطلح الأول، وهو أن طبيعة ما يجري في السودان، لاحظنا في العشر سنوات الأخيرة، نتذكر أن السودان التي كانت أكبر دولة في إفريقيا مساحة استطاع أن يتم تقسيمها انطلاقا ليس من إرادة أبنائها بقدر ما كان من تواطؤ بعض القوى الخارجية والإقليمية التي أدت إلى هذا التقسيم. وهذا اللعب للأسف بالبعد التاريخي. عندما تقول البعد التاريخي تقولها صراحة استراتيجية الاستعمار البريطاني فرق تسد، بمجرد ما انسحبت من القارة الإفريقية بما فيها فلسطين تركت دائما بؤر من النزاع المجمدة لا متناهية. عندما أقول مجمدة لا متناهية، فعملت على أولا فرق تسد أن تذهب بدفع المسيحيين نحو الجنوب والمسلمين نحو الشمال، وهنا لعبت بالورقة المسيحية مع المسلمين. للأسف الآن السودان، عندما أقول النزاع ليس المتجمد وإنما النزاع المتجذر اجتماعيا ومتأصل، هنا سوف تلعب بالورقة الهويتية. عندما تلعب بالورقة الهويتية منذ أبريل إلى غاية اليوم، هناك تقريبا تطهير في شرق دارفور لأكثر من تقريبا 115,000 من قبيلة إفريقية على أساس أن يتم توظيفها خارجيا. وعندما تبحث لماذا هذا النزاعات ويتم إذكائها في كل مرة، هنا سنعود إلى المقاربة الجيوسياسية تعطيك قراءة، وهنا نفسر لماذا المؤامرة ولماذا قوى الشر. هل تعرف الآن عندما نقول السودان كنا نسميها في الجغرافيا السياسية ونحن صغار أنها سلة الغذاء الإفريقية والعالم العربي، يكفي أن الأمن الغذائي أن توفر لجميع الدول العربية بما فيها إفريقيا كل أنواع الأغذية ذات القوة الاستراتيجية والحيوية. أتحدث عن اللحوم، عن أنواع الكثافة بما فيها الزراعة التي تعطي للبشر وللحيوانات. النقطة الثانية، وهنا للأسف ما تم وضعه بتقارير الخبراء النزهاء وقدمت بعض التقارير من بعض المنظمات المستقلة، تقول بأن في فترات معينة 80% من إخراج الذهب في بؤر التوترات والنزاعات يتم استغلالها من قبل أمراء الحرب بتواطؤ مع قوى إقليمية للأسف عربية وحتى دولية. وهنا عندما تتحدث عن المقاربة الجيوسياسية، أن قوى الشر همها الأساسي أن يتم تقسيم الدولة، وهمها أن يتم استفادة بالموارد ما نسميه جيوبوليتيكيا ذات البعد الحيوية وذات البعد العالمي. وأنت تعرف الآن قيمة الذهب، وعندما تقول قيمة الذهب فإن السودان هي تقريبا ثالث أو رابع منتج عالميا للذهب، وكما قلت بعض أمراء الحرب عندما يصعدون من النزاعات والتطهير العرقي لكي يستولوا على تلك المناجم بتواطؤات سواء بالمنتجين أو بالذين يتم توفير لهم هذه السلعة الحيوية أو المورد الحيوي. الجانب الثاني، أنت تعرف السودان إلى غاية هذه اللحظة لا تزال تعيش في تقسيم أهم مورد حيوي للعالم كله وهو المياه. أزمة سد النهضة بين إثيوبيا وبين مصر وبين السودان، وهنا يدخل الكيان الصهيوني. كيان صهيوني دائما ما نقول أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. عندما نتحدث عن النيل لعبت بهويات التقسيم. وأنت تعرف أن جنوب إفريقيا بمجرد ما انفصلت كان أول تطبيع وزيارة الرئيس إلى الكيان الصهيوني جنوب السودان. في جنوب السودان. وجنوب السودان كان يغذيها هذه المنظمات الصهيونية ما نسميه بالصهيونية المسيحية التي تلعب دور على إذكاء بعض الهويات وتقسيمها من الداخل. وبالتالي عندما تقول قوى الشر كمصطلح لاكس دو مال، هو في الحقيقة تلك القوى التي تعطيك وجه دبلوماسي في بعض الأحيان، لكن نحن نتحدث في عصر النزاعات الحديثة ما نسميه بخصخصة الحروب. عندما تقول خصخصة الحروب، الدولة تعطيك خطاب دبلوماسي لكن لديها أجندة عن طريق المرتزقة، عن طريق القطاع الأمني الخاص، ويتم دعم بعض الأطراف بما يقابله
الذهب، اليورانيوم، الألماس التي تستولي عليه في تلك المنطقة. وبالتالي لماذا إلى غاية اليوم منذ أفريل انطلاق النزاع بين المكونين العسكريين كان ممكن أن نذهب إلى أجندة لإدماج، وهذا هو المشروع المصالحة الوطنية في داخل الوحدة الوطنية، أن يكون مشروع للاندماج بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني. لكن للأسف بالرغم من أن هناك بعض المبادرات ما عرف بمنبر جدة أن يكون توافق سعودي وإمريكي، عندما تقول إمريكا قوة عظمى أو حتى السعودية ثقل استراتيجي كبير، لكن إلى غاية اليوم لم يتم حسم ذلك النزاع والضغط على أطراف النزاع. وأعتقد أن الجزائر في هذا الإطار كانت عندما ترأسنا جامعة الدول العربية في نوفمبر، كنا نترأسها في عندما انطلق النزاع في أبريل، كنا وجهنا ثلاث رسائل مهمة جدا لتطويق النزاع في مهده. للأمين العام للأمم المتحدة، لرئيس الاتحاد الإفريقي، وللأمين العام للتنفيذي. قمنا بتشخيص واضح طبعا. وهنا عندما تقول يمكن للأطراف مهما كانت، هنا نعود الخيار الداخلي، وبالتالي ما الذي يدفع الأطراف الداخلية أن تتشبث بوهم السلطة وتقسيم الثروة؟ لأنه للأسف تجربة سابقة في السودان كان المشروع الذي قدم معرفة بتقسيم السلطة وتوزيع الثروة. قسمت السلطة، قسم البلد، الثروة لم تعد ممتلكة للشعب السوداني. وهنا عندما نقول هذا الوضع، أمامي الآن مؤشرات للأمم المتحدة مذهلة جدا، عندما تقول 9 ملايين طفل لم يلتحقوا بالتمدرس، بمعنى 1 من 3 طفل بسبب هذه النزاعات، وضاف إليها تقريبا أكبر كتلة فيها من النازحين واللاجئين، لا أتحدث عن المساعدات، يضاف إليها المجاعة. وبالتالي السودان الذي كانت قوة جيوستراتيجية ببعدها في البحر الأحمر أو القرن الإفريقي، ببعدها في الموارد الحيوية، أصبحت بفعل قوى الشر وتواطؤات في الحقيقة ومؤامرات أن يتم إبعاد هذا الشعب السوداني عن أرضه. وأعود للتاريخ، لا يمكن أن تفصل السودان عما يجري في اليمن، عما يجري في سوريا، عما يجري في العراق. ونذكر في السبعينيات لاءات الخرطوم التي كانت دولة متحدية للتوسع الكيان الصهيوني. بمعنى عندما أقول قوى الشر، للأسف بعض القوى حتى فيها بعض الطرف العربية همها الأساسي الموارد وليس الاستقرار المجتمعي وبناء الدولة بما يخدم إرادة الشعب أو المجتمع السوداني في الداخل. جيد. أستاذ توفيق بقعدة، البروفيسور مصطفى صايش تحدث عن وهم السلطة وتقسيم الثروة. هل ما يحدث في السودان هو عمل وكلاء، عمل جهات ودول وظيفية، وكيف تمكنوا من الاستثمار في هذا البلد وما زال القضية متواصلة؟ أستاذ توفيق بقعدة. نعم، كما قلت في البداية أن الحرب السودانية منذ بدايتها كانت إقليمية، أنها حرب الوكالة لأطراف خارجية تحاول الاستثمار في الاستقرار السودان من أجل الاستمرار في استنزاف مقدراته المختلفة، وخاصة في مجال المعادن، وما نشهده الآن من عملية استنزاف واسعة لمناطق وتركيز الحروب في مناطق معينة هو هدف الأساسي من أجل تفريغ تلك المناطق من مجموعات معينة وتوطين مجموعات أخرى للإبقاء على حالة الاستنزاف لهذه المواد، خاصة في المنطقة الواقعة بين جنوب بين السودان وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، حيث يستثمر عديد من الشركات الأجنبية وكذلك من مجموعات مرتزقة في الحفاظ على أمن تلك المناطق لاستمرار استنزاف خيرات وثروات البلاد. أكيد أن الاستقرار ولا الأمن في السودان يخدم عديد من الأطراف التي تحاول كذلك أن تسوق لهذا الاستقرار في جبهات أخرى في الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتحاول أن تجعل من هذه النزاعات أساسا لإعادة ترتيب الواقع الجيوستراتيجي في المنطقة مستقبلا. للأسف الشديد أن الكثير من أبناء السودان انجروا وراء هذه الاستراتيجيات وهذه المخططات التي أرادت لها القوى من أجل الإبقاء على إضعاف كل
كل القوى أو كل الدول العربية من أجل التمهيد لتقسيمات أخرى في المنطقة. وأعتقد أن ما يحدث في السودان لديه تأثيرات كبيرة على كثير من الدول العربية وأولها مصر، لأنه أمن مصر هو من أمن السودان، وأن كل التهديدات من الناحية التاريخية حتى في من عهد الفراعنة أن التهديدات التي تهدد الأمن المصري تأتي من الجنوب. ولذلك فأعتقد بأن الحرب في السودان الهدف الأساسي منها هو إعادة خلط الأوراق من أجل وضع نموذج آخر للشرق الأوسط، وبالتالي هيمنة كذلك القوى الأجنبية وخاصة الغربية وحلفائها في المنطقة من أجل السيطرة على الممر المائي البحر الأحمر. وما يحدث في اليمن الآن هو كذلك امتدادا للحرب في السودان. لذلك أعتقد بأن الزيارات التي يقوم بها البرهان في المنطقة ومع الدول الصديقة للشعب السوداني هدفها الأساسي هو إعادة صناعة حلفاء جدد للوقوف مع السودان ضد هذه القوى التي تحاول تدمير السودان وإعادة تقسيم مقسم من بلد السودان. وهناك خطط عديدة سواء حتى في إفريقيا، دول إفريقية مجاورة للسودان تعمل على إبقاء السودان على حالة الاستقرار من أجل كذلك تصفية بعض النزاعات الداخلية وبعض الفصائل التي تطالب بالانفصال أو غيرها من الحركات المتمردة في عديد الدول الأفريقية. بالتالي في اعتقادي أن الحرب في السودان من التعقيد يتداخل فيها ما هو عرقي، ما هو قبلي، ما هو استراتيجي، بما هو دولي، وبالتالي صعب جدا أن يتم تفكيك أو يمكن الحصول على استقرار في هذه المنطقة الحيوية من القرن الإفريقي في المدى المتوسط. لذلك نبدأ الجهود من الآن أن يكون هناك إرادة عربية أولا لاستقاء السودان على المستوى العربي من أجل كذلك إعمال كل الجهود الدبلوماسية واستخدام كذلك العناصر القوة التي تمتلكها الدول من أجل إرغام الأطراف الأخرى، من أجل رفع يدها عن السودان والدفع بكل الوسائل المتاحة من أجل جلوس الفرقاء على طاولة التفاوض. وهذا هو المبغى الأساسي لكثير من أصدقاء السودان الذين يحاولون جهدهم من أجل ضرورة تجميد وقف إطلاق النار والبدء في المسارات التفاوضية التي في كل مرة تصل إلى بداية النهاية ثم يتم إعادة قلب الطاولة وإعادة خلط الأوراق لإعادة الاقتتال من جديد. جيد، كنا قد أجرينا لقاء صحفيا مع الأستاذ خالد الفكي سليمان وهو محلل سياسي وكاتب صحفي سوداني، وطرحنا عليه سؤالا حول هذه الزيارة، زيارة رئيس مجلس السيادة للانتقال لدولة أو لجمهورية السودان، وعن آفاقها وعن ما قاله الرئيس في التصريح الصحفي. نتابع ما قاله السيد سليمان الفكي ثم نعود للبلاغ. نعم، أعتقد أن العلاقات السودانية الجزائرية علاقات متميزة وممتدة منذ زمن طويل، وبالتالي زيارة البرهان اليوم إلى العاصمة الجزائرية واللقاء مع القيادة الجزائرية يأتي في إطار توطين وتمديد هذه العلاقات بشكل أكثر عمقا والنظر في القضايا. إذن سنعود بعد قليل إلى هذا التصريح الخاص بسيد خالد الفكي سليمة، لكن قبل ذلك أستاذ حسام حمزة، نتحدث الآن عن ما يقع في داخل السودان. الآن هي حرب إقليمية من خلال وكلاء، من خلال جهات، من خلال دول وظيفية في المنطقة، استثمرت فيها بعض الجهات الداخلية أيضا. اليوم الجزائر تتحدث على أن الحل هو حل داخلي بحت ولا يجب أن يكون إلا سودانيا. أستاذ حسام حمزة، ويعني حتى للحقيقة الحل في البداية كان سودانيا، يعني لاحظ بأنه الحل الذي كان مطروحا بالأساس هو كان دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، وهذا هو الحل الذي على أساسه كان سيتم يعني إيقاف حركية الاختلاف والنزاع والخصومة التي حصلت بين دوغلو والبرهان، ولكن للأسف هذا تعطل في عدة مرات ولعدة أسباب، ربما أهمها على الإطلاق سببان. السبب الأول هو عدم الاتفاق على الرتب التي
يدمج فيها قادة قوات الدعم السريع، لأن هؤلاء طالبوا بأن يدمجوا في الرتب التي كانوا يحوزونها في إطار ما يسمى بقوات الدعم السريع، وهذا لا يقبل من طرف الجيش السوداني. والنقطة الثانية هي في أجال الدمج أو في أجال ما يسمى بتفكيك قوات الدعم السريع، الأجال ما طالبت به قوات دعم السريع هي أجال طويلة، وهذا أيضا لم يقبل من طرف الجيش السوداني. ثم أن هذه الطريقة في الحل في حد ذاتها ألبت مجموعة من الميليشيات الأخرى داخل السودان، التي هي أيضا أصبحت تفكر بمنطق أن كل من يحمل السلاح هذا سيصبح جزءا من الدولة وستتقاسم السلطة معه، وبالتالي هذا في حد ذاته سيحفز مجموعة من الحركيات الأخرى داخل السودان التي على أساسها مدعمة من الخارج. أستاذ حسام حمزة، هذا هو المشهد في البداية، ولكن عندما تعقدت الأمور وعندما استعصى الحل ولم يحدث الاندماج، هنا انتقلنا إلى المستوى الآخر من الصراع، وهو الاستنجاد بأطراف أخرى إقليمية، وهنا دخلت الرباعية ودخلت الأطراف الأخرى كما سميتها أيضا أستاذ سيد أحمد، الدول الوظيفية التي لديها مجموعة من المشاريع الإقليمية أو الحاملة للمشروع الصهيوني في حد ذاته، الحاملة لمشروع التقسيم. لاحظ بأنه في كل هذا المشهد، بالإضافة أو يمكن أن نضيف إليه الخلافات الأيديولوجية، لأنه لا ننسى بأنه حتى من الناحية الأيديولوجية وفي المرحلة الانتقالية بعد الإسقاط عمر البشير، قوات الدعم السريع كان توجهها بالأساس توجها يميل أكثر إلى الطرف العلماني، في حين أنه القوى السياسية التي دعمت الجيش كانت تنتمي إلى ما يسمى بالتيار الوطني المحافظ، وهذا في حد ذاته جزء أساسي من المشكلة. بالإضافة إلى كل هذا، يمكن أن نتحدث عن حالة الانقسام أو عوامل الانقسام الكامنة في المجتمع السوداني، لأنه المجتمع السوداني هو في حد ذاته في بنيته السوسيو سياسية في بنيته الإثنية مهيئ لمجموعة من الانقسامات سبق وحدث في تاريخه. نعم. ندرك تماما كلنا ما حصل في دارفور، وسبق وأن شهدنا كيف أن هذه العوامل تحفز الصراعات، وأنها يمكن حتى أن تؤدي إلى انقسامات جغرافية، بمعنى أن ننتقل من المستوى الإثني الديمغرافي إلى المستوى الجغرافي. إذن هذه العوامل كلها في الحقيقة في اعتقادي هي التي تؤسس لمشهد الخصومة والنزاع اليوم. بعد أن تمت أقلمة النزاع، بمعنى تدخلت فيه أطراف إقليمية، قوات الدعم السريع أصبح هناك من يدعمها بالأساس من أطراف أجنبية، الجيش أيضا أصبح يعتمد على أطراف أخرى لأجل تقوية موقفه محليا، وعلى رأسها طبعا مصر، لأنه في الأخير مصر يهمها جدا ما يحصل في السودان لسبب لعدة أسباب، ربما أهمها على الأطلاق أنه أمنها المائي، وبالتالي جزء أساسي من أمنها القومي مرتبط بالنيل. فبالنسبة لمصر لا يمكن أن تقبل بوجود طرف يحكم في السودان يمكن أن يؤثر على هذا البعد من أبعاد أمنها القومي. إذن كل طرف لجأ إلى البحث عن أطراف خارجيين. أضيف إلى كل هذا بأن التدخل من القوى الاستعمارية القديمة، يد بريطانيا في السودان، يد الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح المشهد معقدا جدا. فظهر أو اتجهنا نحو المواجهات العسكرية. المواجهات العسكرية لم تحسم الأمر، لأنه في النزاعات عندما يحصل التوازن بين الأطراف المتخاصمة أو الأطراف المتحاربة بالسلاح، هذا في حد ذاته يعطل الحل، لأنه النزاع يحل بطريقتين، إما بتفوق طرف على حساب الطرف الآخر، بمعنى بهزيمة طرف ما باستخدام القوة العسكرية، أو بالأسلوب الثاني وهو أسلوب المفاوضة. أعتقد بأن حالة التوازن التي وصل إليها اليوم الطرفان قوات الدعم السريع والجيش من الناحية العسكرية كونت لديهما أو على الأقل بدأت تكون لديهما فكرة بأن إمكانية الحسم العسكري بعيدة بالنسبة للطرفين، لا يمكن لأي طرف أن يحسم النزاع اليوم في السودان لصالحه باستخدام القوة العسكرية. إذن لم يعد هناك مخرج إلا بالعودة إلى المفاوضة. إلى المفاوضة. نعم. لهذا كل ما حصل ما يسمى في ما يسمى بدراسات السلام، كل ما حصل في نضج في النزاع، بمعنى اقتنع الأطراف بأنه لا يمكننا أن نحسم ما يحصل
باستخدام القوة العسكرية كلما اقتربنا إلى الحل السياسي. وأعتقد بأن الآن كلا الطرفين، سواء تحدثنا عن قوات الدعم السريع أو عن البرهان، من خلال الزيارات التي يقومون بها، من خلال تكثيف التواصل السياسي مع من يرون بأنه يمكن أن يعضد ويسند موقفهم على المستوى الداخلي، تؤكد بأننا نتجه أو بأن هذه القناعة بدأت تتشكل بأنه لا يمكن أن نحسم الأمر عسكريا، بأنه يجب أن نذهب إلى الحل السياسي، وأنه اليوم كل طرف يستعد ربما إلى المفاوضات أو ربما إلى اللقاء المباشر الذي يجب أن يدخله من موقع قوة، لأنه في الأخير المفاوضات أيضا حساباتها ومخرجاتها هي أيضا تخضع لميزان القوة العسكرية. جيد، نعود إلى التسجيل الخاص بالأستاذ خالد الفكي سليمان، أذكر الكاتب الصحفي والإعلامي السوداني والذي كنا سجلناه معه منذ قليل. نعم، أعتقد أن العلاقات السودانية الجزائرية علاقات متميزة وممتدة منذ زمن طويل، وبالتالي زيارة البرهان اليوم إلى العاصمة الجزائرية واللقاء مع القيادة الجزائرية يأتي في إطار توطين وتمديد هذه العلاقات بشكل أكثر عمقا والنظر في القضايا المشتركة. ولكن أعتقد بأن القضية الرئيسية المهمة التي هي على رأس الأولوية هذه القضايا هو الحرب في السودان وما يدور فيها، وكما علمنا أن هناك مبادرة للجزائر باعتبارها عضو فاعل ومؤثر في منظمة الإيجاد ربما تدفع بها أو دفعت بها إلى الرئيس البرهان لمحاولة إيجاد خارطة الطريق للملمة الجراحات السودانية ومحاولة إيجاد أرضية جديدة للتعاطي مع هذا الأمر. فبالتالي المدلول الرئيسي لهذه الزيارة في ظني وتقديري هو محاولة طرح مبادرة جديدة من القيادة الجزائرية للقيادة السودانية، وبالتالي محاولة تغريب وجهات النظر، محاولة التعرف على ما يجري في السودان من أحداث والخلفيات التي أدت إلى هذه الأحداث، حتى تكون القيادة الجزائرية على علم بما يدور وتضع رواها فيما يتعلق بإنهاء الحرب والصراع في السودان بين الجيش والدعم السريع. فبالتالي هذه الزيارة أعتقد أنها مهمة ومفصلية وتأتي في وقت مهم جدا، خاصة بعد أن تمدت الحرب وهي الآن تدخل في شهرها العاشر، وبالتالي لا بد من هذه المبادرات العربية. وأعتقد أن الجزائر بما لديها من إمكانيات بما لديها من فاعلية وتأثير في المشهد الأفريقي العربي وفي منظمة الإيجاد يمكن أن تحقق نتائج إيجابية ومهمة ومفصلية تقود إلى إنهاء الحرب وتغريب وجهات النظر ودفع الطرفي الصراع إلى طاولة التفاوض في وقت غريب، وتنهي بذلك معاناة السودانيين سواء كان في النزوح الداخلي أو دول الجوار والليجو. جيد، إذن أذكر كان هذا الأستاذ خالد الفكي سليمان الصحفي والكاتب الإعلامي والمحلل السياسي أيضا من السودان. شكرا للأستاذ خالد الفكي سليمان. بروفيسور مصطفى صايج، قمنا بتشخيص الأزمة السودانية اليوم. سيد رئيس الجمهورية قال إن حل أي نزاع أو خلاف داخلي لا يكون إلا بحلول داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي. الآن هذا التدخل الأجنبي هو الذي سبب الأزمة، كيف يمكن أن لا يكون في الحل أستاذ؟ كيف يجب أن نقصي كل تدخل أجنبي سلبي في إيجاد حل للقضية السودانية أستاذ؟ طبعا سيد رئيس الجمهورية كرس المقاربة الجزائرية وآخرها ما قدم في اجتماع الازدهار بالنسبة إلى القارة الإفريقية كان واضحا جدا. نعم. أن بناء السلم والتنمية في إفريقيا لا يكون إلا مجموعة من المبادئ التي التزمت بها الجزائر وكذلك في إطار الاتحاد الإفريقي، وهو أن نمنع أي تدخلات خارجية وأن لا نستخدم الخيارات العسكرية والقوى العسكرية في حسم أي نزاع. ثلاثة، وهو مهم جدا، أن تكون هناك ثروات ملك لسيادة الدول. نعم. لأن النزاعات في النهاية هي من يحتكر الثروة على حساب السيادة لشعوبها. وبالتالي في هذه المقاربة كان الخطاب في اللقاء المشترك بين رئيس تبون وبين رئيس البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني. نعم. كان واضحا جدا، أولا أن الجزائر تتمسك بنفس المبادئ
وهو كلما وهنا في النزاعات نعرف ذلك، كلما كانت النزاعات داخلية بأطراف إقليمية ودولية يستعصى حلها، لا يمكن لأي وسيط أو مفاوض أن يحل تلك الأزمة. لاحظ منذ أفريل إلى غاية اليوم أنت لديك 10 أشهر من النزاع الداخلي كان يمكن تطويقه. أتحدث عن الساعات الأولى عندما بعث السيد رئيس الجمهورية برسالة للأمين العام أمم المتحدة أو لرئيس الاتحاد الإفريقي أو للأمين العام لمنظمة إيغاد، بمعنى لنتسارع. وهنا النظرة الجزائرية عندما نقول مكاثفة الجهود الإقليمية والدولية وأن نساعد أو نساهم في دفع الأطراف الداخلية للمفاوضات، طاولة المفاوضات، للأسف في 10 أشهر تقارير تقول بالشكل التالي: هناك أطراف إقليمية ومن بينها عربية تمد طرف على حساب طرف آخر بالسلاح، وضبطت بطائرات على أساس أنها تقدم مساعدات إنسانية، فإذا بها الأسلحة. وأنت تعرف ما يجري في دارفور، وهنا عندما تتحدث عن دارفور الأزمة السودانية هي أزمات مترابطة إقليميا، ما يجري في تشاد، ما يجري في ليبيا، وهذا التوافقات إلى غاية منطقة الساحل. والآن هذه الرؤية في هذا الخط بالمنظور الساحلي من الأطلسي إلى البحر الأحمر، هناك مقاربة جيوسياسية واضحة أن يتم تدمير الأوطان والبحث عن الموانئ للمنافذ البحرية. نتحدث دائما في الجيوبوليتيك ديسباس فيتال، المجال الحيوي، والمجال الحيوي البورت سودان، أنت لديك السودان تطل على منفذ حيوي بالنسبة للبحر الأحمر. وتلاحظ عندما تقول ممر حيوي بالنسبة إلى ناقلات التجارة وناقلات النفط، هذا مهم جدا. الجانب الثاني أتحدث عن الموارد، وبالتالي بالنسبة إلى الجزائر رؤيتها واضحة جدا. يمكن للأطراف الداخلية أن إذا كان صدق النية وبناء الثقة وعدم ارتباط بالأنانيات الضيقة، عندما أقول أنانيات الضيقة للأسف لاحظناها في الكثير من الحالات الإفريقية، لا أعطينا نموذج، عندما تقول نصبح إلى أمراء الحرب، لديك نماذج بالقرب منا، أن بعض دعني أقول كما سمتها حتى بعض في الداخل، بعض الدول أصبحت مافيا في منهجها الخارجي والأمني، وكأنها مافيا تسرق ثروات تدعم المرتزقة، وبالتالي هنا تدمر هذه الدول بما يخدم أجنداتها. وهو تحدث عن الموانئ، وهنا الموانئ للأسف في الساعات الماضية أو الأيام الماضية نتحدث حتى في الصحراء الغربية أن يتم توافقات مع الاستعمار المغربي على ميناء الدخلة، برغم من أن تصنيف الأمم المتحدة لهذه المنطقة تخضع للاستعمار، وبالتالي من ميناء الدخلة في الأطلسي إلى ميناء البورت سودان نفس القوة الشر التي تعمل على تدمير هذه الأوصال الجغرافية والسياسية والتنموية بما تخلقها الجزائر. أنت لديك ليس فقط لديك القدرة على طرح المبادرة أمنيا وسياسيا لحل المشكلة، وإنما لديك هذا الثلاثي التنمية السلم والأمن، بمعنى أن تخلقه بمشاريع حيوية حقيقة، أن تمد المشاريع بتضخ مليار دولار عن طريق ما أنشأه السيد رئيس الجمهورية في 2020 لوكالة التعاون الدولي، بمعنى أن نذهب إلى خلق ديناميكية تجانسية بالاندماج الإقليمي بعيدا عن أي نزاعات أو تدخلات خارجية. جيد. ينضم إلينا عبر أسكايب الأستاذ البروفيسور عبد المنعم همة، المحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد المنعم، شكرا على تلبية دعوة تلفزيوني الجزائري. في البداية، كيف رأيتم هذه الزيارة الخاصة برئيس مجلس السيادة السوداني للجزائر، لا سيما توافق الجزائر والخرطوم بأن ما يقع في الشقيقة السودان ناتج من قوى إقليمية ودولية تتآمر على هذه الدولة، وبأن الحل لا يجب أن يكون إلا سودانيا. أستاذ عبد المنعم همة، في البداية أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة. وأنا أثمن أي دور محلي وإقليمي ودولي من أجل إنهاء الأزمة السودانية اللي هي وصلت إلى تعقيدات عالية جدا أثرت على كل المواطنين السودانيين وحولتهم إلى نازحين ولاجئين. في تقديري إنه كل المحاولات التي تدور الآن من أجل نزع الفتيل بتاع استمرار الحرب يجب أن تدعم من كل الجهات، ويجب أن تكون هنالك مرحلة عالية جدا من الصدق في
في التعاطي مع هذا الموضوع، وكل الزيارات التي يقوم بها أي فريق سواء كان الذي مع الحق ولا مع ضد الحق يجب أن تكون لديه رؤية واضحة. في تقديري الآن المرحلة تصب في وقف الحرب، لأنه الحرب كما وصفها قائد الجيش، كما وصفتها قائد الدعم السريع، كما وصفها الشعب السوداني بأنها حرب عبثية لم تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والإنهاك للمواطن السوداني وللدولة السودانية، وجاءت في وقت كان السودان يمكن أن يتقدم بخطوات من أجل تحقيق دولة المواطنة المتساوية التي دعت لها ثورة ديسمبر. نعم. الآن الفرصة كبيرة جدا جدا أمام الجزائر لتقديم رؤيتها لوقف هذه الحرب واستعادة الديمقراطية وتسليم السلطة للمدنيين حتى نعود إلى المربع الأساسي لشعار الثورة السودانية التي نادت بالحرية والسلام والعدالة. هذا الموضوع يتطلب إنه جمع الطرفين المتقاتلين ومناقشتهم في كل المحاور حتى تبين النوايا الداخلية والخارجية لديهم، وأقصد الخارجية بمعنى أنهم يكون عندهم مصداقية بالتعامل مع الدول التي تبحث معهم على كيفية تحقيق السلام. أما الحديث دائماً عن أنه هنالك قوة متربصة بالسودان، نعم، وتريد إنهاكه، نحن نردد هذا الكلام منذ استقلال السودان، ولكن الواقع يقول أن هنالك إنهاك داخلي، وأن الدولة السودانية كرجعنا كتأسيس لها لم تقوم على مبدأ بتاع دولة المواطنة السودانية أو دولة المواطنة المتساوية منذ 1956، وظلت بعيدة جدا عن هم الوطن وعن هم المواطن. ولذلك أي زيارة يقوم بها البرهان أو يقوم بها حبيبتي أو أي مفاوضات يجب أن تبدأ بإيقاف الحرب وتسليم السلطة للمدنيين. جيد، وصلت رسالتكم، شكرا لكم البروفيسور عبد المنعم همة المحلل السياسي السوداني على المشاركة معنا ضمن برنامج الجزائر مباشر. أستاذ توفيق بقاعدة، الآن ما هو الحل بالنسبة للأزمة السودانية بالنسبة لكم، وما هو الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه أستاذ؟ أكيد بالنسبة للحل في هذا الصراع وفي هذه الحرب الدائرة الآن في السودان، أن الطرف المقصي من المشهد هو الشعب السوداني. نعم. للأسف الشديد أن هذا الاختلاف وجهات النظر بين الكيانين العسكريين قوات حميتي والجيش انعكس مباشرة في على حتى الجسد القوى المدنية، وأصبحت هناك اصطفافات بالنسبة للقوى المدنية التي كان يعول عليها في بداية الحرب أن تكون هي الفيصل الحاكم بين الطرفين وأن تسهم من أجل الدفع بالخيارات السلمية لإنهاء النزاع بين الطرفين. هذا الأساس، لو أن إطالة عمر الحرب سوف يؤدي إلى انقسامات وزيادة الاستقطابات على المستوى المجتمعي. في تقدير أن هناك خيارين لإنهاء الحرب أو هناك مسارين لإنهاء الحرب. المسار الأول هو لابد أن تحدث هناك توافقات على المستوى الدولي، وأن هذه الأطراف التي تدعم الطرفين وتمدهم بالسلاح وبالدعم الدبلوماسي وكذلك تحاول أن ترسم له لكل طرف المسارات أن تتوقف وأن أو أن تترك السودانيين يحددون منهجية وخيارات التي يمكن من خلالها إنهاء حالة الاقتتال الموجودة في الساحة. الخيار الثاني وفي تقديري والذي يبدو أنه نبتعد منه أكثر وأكثر هو أن تكون هناك إرادة
لقوى من داخل السودان تحاول أن تدفع بالطرفين للجلوس على طاولة التفاوض، والدفع بهم يكون عن طريق ضغط شعبي بأن كلا الطرفين لا يمكنهما أن يحكم السودان في حالة الدمار الذي وصل إليه، وهذا ما يسمى في بجديات دراسات السلام نضج الصراع، أن كلا الطرفين لا يمكن أن يحكم السودان إذا كان السودان محطم، السودان كل القوى وإمكاناته الاقتصادية معطلة، هناك حجم كبير من الدمار على المستوى المؤسساتي، على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى المجتمعي، تفكك نزوح لأكثر من مليون لاجئ في إريتريا فقط، أكثر من 3 ملايين في مصر، هناك حالة من تفكك فعلي للسودان. بالتالي لابد أن يستمع الطرفين إلى لغة العقل، وأن في النهاية أن السودان هو بلدهم وهو الذي يجمعهم، ولا يمكن لأي طرف أن يكون حريصا على السودان أكثر من حرص أبنائه. بالتالي الجزائر يمكن أن تلعب دورا في من خلال الدفع على المستوى المؤتمرات المتعددة الأطراف، وكذلك على المستوى المؤسسات الأممية أو الإقليمية، من أجل الدفع والضغط على الطرفين، من أجل اتخاذ الخيارات السلمية، من أجل معالجة الأزمة، وكذلك الدفع أكثر من أجل توفير الإمكانات، من أجل إعادة بناء ما تم تخريبه في الحرب، ومحاولة إرساء التنمية الاقتصادية التي سوف تكون العائق الأكبر. ما لم يتم معالجة هذه الإشكالية سوف تظل هناك بوادر للنزاعات والحروب، ووصول كذلك إلى صيغة توافقية بين كل أبناء الشعب السوداني في آلية الحكم، وآلية كذلك تقسيم الثروات التي تزخر بها البلاد. جاب أستاذ حسام حمزة في هذه النقطة في الحل. نعم. شوف، في الحل أعتقد بأن هناك شيئين أساسيين. أول شيء، الفكرة الأساسية التي يجب أن ينطلق منها أو التي ننطلق منها، بأنه لا يمكن أن يكون في دولة واحدة جيشان. الحديث عن جيشين في دولة واحدة هذا تقسيم، هذا مسار للتقسيم. وبالتالي القناعة الأولى بالنسبة للسودانيين والتي يجب أن تكون لدى قوات الدعم السريع ولدى الجيش، هي بأنه يجب أن تكون هناك مؤسسة عسكرية واحدة موحدة في السودان. هذه القناعة الأولى. النقطة الثانية التي يجب أيضا أن يحتكم إليها الطرفان، هو أنه فكرة الاستبداد بالسلطة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وبالتالي فكرة أو الانطلاق من فكرة اقتسام السلطة ولو على مضض هي الأنسب والأصلح بالنسبة للسودان وللشعب السوداني، لأن المأساة التي يعيشها السودانيون اليوم لا يمكن أن تتوقف إلا في حال وصول قناعة لدى الأطراف المتنازعة بأن الحل اليوم هو اقتسام السلطة وليس إلغاء طرف ما من المشاركة فيها. وهذه القناعة لا يجب فقط أن تتوقف على المستوى العسكري، بل يجب أن تنتقل حتى إلى المستوى المدني، لأن اليوم حتى النخبة السياسية في السودان هي في حد ذاتها مفككة ومتصارعة، إما بسبب الخلافات الأيديولوجية أو بسبب الاصطفافات في بعض الأحيان غير الوطنية، لأنها هي أيضا أصابتها العدوى التي أصابت بعض الأشخاص الذين حملوا السلاح والذين أصبحوا يتلقون تعليماتهم من الخارج. بالنسبة للدور الجزائري، الجزائر دائما موقفها واضح، سواء تحدثنا عن ليبيا أو تحدثنا عن مالي أو تحدثنا عن السودان، الجزائر موقفها دائما هو رفض التدخل الأجنبي. بمعنى إذا كان فيه حل فإن هذا الحل يجب أن ينبثق من داخل السودان، وأن ينبثق الحل من داخل السودان فهذا يقتضي أن يتقابل وأن يلتقي السودانيون فيما مع بعضهم البعض، وأن يقرروا ما هو الحل الأمثل. قضية مصالحة تماما، مثل ما حدث في مالي. والدور الأجنبي في هذه النقطة تحديدا، سواء كان للأمم المتحدة أو للاتحاد الإفريقي أو للدول العربية، يجب أن يكون دورا مواكبا فقط. بمعنى هنا الأجنبي لديه سلطة اقتراح وليست سلطة قرار. القرار هو بيد السودانيين، القرار هو بيد الطرف الذي يمتلك السلطة، وهم السودانيون والشعب السوداني. إذن هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا المحورية، يعني يمكن للطرف الأجنبي أن تكون لديه مرافقة لكن بنوايا حسنة. تماما سام حمزة. تماما. نعم. وهذه هي، أنا قلت، وهذه النقطة الأخرى التي سأصل إليها، بأن المشكل دائما يتعقد
ولاحظ بأن لدينا تجربة ليبيا وتجربة مالي، يتعقد أكثر عندما يكون هناك تدخل بمنطق المصلحة لطرف أجنبي بوسائل عسكرية. هذا هو الذي يعقد المشهد دائما، وهذا هو الذي يعقد المشهد السوداني. إذن المدخل الأساسي للحل وفي الوقت نفسه المدخل الذي تعتمده الجزائر في رؤيتها للحلول، سواء تحدثنا عن السودان أو أي عن أي نزاع داخلي آخر، هو أن يتوقف الأطراف الأجنبية أو أن تتوقف الأطراف الأجنبية عن القيام بالأدوار المعطلة. وهذا نقطة مهمة جدا، لأن هذه الأطراف في الأخير عندما تدخل في بيئة بعيدة عنها، فإن تبعات تصرفاتها هي لا تتحملها، سيتحملها شعب الدولة التي يجري فيها التدخل، وبالتالي هي تغلب منطق المصلحة ومنطق مصالحها الذاتية على حساب مصالح الدول أو مصالح الدولة التي تعاني. إذن أعتقد بأن هذه هي المعادلة توليفة التي يعني. نعم، أو التوليفة التي يجب وفقها أن تصاغ أو أن يصاغ الحل في السودان. وإذا توصلنا إليها أعتقد بأن اللقاء بين حميدتي والبرهان سيكون يسيرا ويمكن أن يؤدي فعلا إلى حل سلمي. جيد. بروفيسور مصطفى صايش، ما هو قراءتكم لما جاء في التصريح الصحفي لسيدة البرهان؟ في آخر التصريح قال سنكون سعداء بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، وأن كانت عربية أو إفريقية، وربط ذلك بعضوية الجزائر في مجلس الأمن. كيف يمكن اليوم للجزائر أن تلعب هذا الدور في إطار أممي أو حتى إقليمي في الهيئات الإقليمية الإفريقية أو حتى العربية؟ بروفيسور مصطفى، طبعا أولا رئيس المجلس السيادي السوداني أشار إلى بعض النقاط التي تشكل هوية السياسة الخارجية. صحيح. نعم. عندما قال أن الجزائر معروفة بوطنيتها بنصرة القضايا العادلة، أنها دائما ما تقف مع الحق الذي نعبره على أساس الوساطة الإيجابية، بمعنى أنك كأطراف داخلية يهمنا أن تجلسوا في النهاية على طاولة المفاوضات. وبالتالي هنا هذا الطلب في حد ذاته هو كما قلت قناعة في أقل من شهر هذا الدور الديناميكي التي عرفته الجزائر على مستوى مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الأم، وهي القضية المركزية التي دفعناها دبلوماسيا في القمة العربية في نوفمبر 2022، وهذا مهم جدا. وبالتالي هنا كما قلت المسألة الثانية، وهي أن الحكومة السودانية ذاتها عندما طلبت بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمرافقة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام البشير، طلبت بأن يكون هناك صيغة أخرى تقبل بصيغة أخرى. وبالتالي الجزائر يمكن، وهنا عندما تقول يمكن بالتنسيق، وهذا مهم جدا، لأن كرسنا مبدأ المقاربة التشاركية الدبلوماسية على المستوى الإفريقي عندما أسسنا ما عرف بمسار وهران، بمعنى مسار وهران أن يتم التنسيق الجزائري مع مجلس الأمن والسلم الإفريقي مع الدول الممثلة الإفريقية داخل مجلس الأمن بما يخدم القضايا الإفريقية. وبالتالي تحرك في إطار كتلة طبعا. وبالتالي السودان تدرك هذا، تدرك بأن المساعي الدبلوماسية الجزائرية هي مساعي بما يخدم السلم والأمن والتنمية للقضايا الإفريقية التي تعرف يقول نوع من التحديات لبقاء الدولة ذاتها. وهنا أعود ربما النقطة الأساسية، ومن دون مصلحة شخصية للجزائر طبعا، بدون مصلحة، لكن دعني أقول صراحة أكمل زميلي عندما تحدث أستاذ حسام وأستاذ توفيق، أن المشكل الكبير الذي عاشته السودان وأشرت إليه في بداية الأزمة ذاتها، عندما بدأنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي بدأ ذلك التقسيم الغربي بين المكون المدني والمكون العسكري، وكان أكبر خطورة على بناء ما نسميه بالديمقراطية التشاركية. وهنا هناك علم قائم بذاته نسميه بعلم الانتقال الديمقراطي، لا يمكن أن تأتي بوصفة سحرية غربية وتسقطها على مجتمعات لديها خصوصياتها. أنت إذا وضعت الخريطة السودانية الآن وترى بين شرقها وشمالها وغربها مجموعة من القبائل، في بعض الأحيان بمجرد ما تم الذهاب إلى مرحلة انتقالية قبائل في الشرق أعلنت استقلالها، وفي دارفور وداخل دارفور ذاتها الآن قبائل منفصلة، بمعنى هذا التعامل مع الألغام الهوياتية. وهنا الغرب دعم هذه الاسطوانة أن تقسم المدني مع العسكري، ثم قسموا المدني ثم قسموا العسكري. في النهاية كما قال الأستاذ حسام هو محق، نحن في أدبيات دراسة الدولة عندما نقرأ علم السياسة ونقول أنها علم الدولة، أهم شيء في الدولة القوية والقادرة
هناك احتكار العنف الرسمي أو الشرعي والذي هو المشروع الذي هو بيد المؤسسات الأمنية الواحدة احتكار العنف الشرعي شرعي. العنف هكذا بمعنى أن أدوات الإكراه أنت كدولة لديك الشرطة لديك الجيش الذي يقوم بمهام دستورية ولا يمكن لأي قوى مجتمعية أخرى أن تحمل السلاح وهذا هو الخطر عندما قسموا بين المدني وهنا كان ذلك الطموح والأمل في قوة التغيير مع العلم يجب أن ننتبه أن هناك نخبة مجتمعية وفكرية في السودان تقريبا من أقدم وأعرق الديمقراطيات في الوطن العربي بكل تياراتها ولديها من الإنتاجات بكل أديولوجياتها وبالتالي هنا سوف نصل في النهاية عبقرية المجتمع ذاته السوداني لديه من القدرة على طرح مفاتيح الحلول بدون أن تكون ضغوطات لا إقليمية ولا دولية بما يخدم خصوصياتك لكن المرافقة مهمة بروفيسور طبعا صحيح. طبعا المرافقة مهمة قبل قليل أستاذ توفيق أشار إلى نقطة في البعد التاريخي يجب أن ننتبه إليها عندما قال العلاقة بين تلمسان والبعد الصوفي في السودان بمعنى حتى الحركات الصوفية تلعب بما يسمى بالوسطية الإسلامية التي لا عملت على إرساء قواعد الشراكة الحضارتية الممتدة من الأطلسي إلى غاية البحر الأحمر وهذا مهم جدا عندما نبحث عن القوى المجتمعية عن الحلول التي تعطي خصوصيات المجتمعية للأسف نحن كنخب لم ننتج إلا استهلاك ليتا أمبورتي كما قالها بيترومبادي وهي الدولة المستوردة على الطرف الغربي نضعها في الدول وهنا للأسف مجموعة الدول الإفريقية تعيش نفس النمط وهذا نفس النمط أدى في غياب الاقتراحات وعبقرية وحريات كذلك لأن الحرية ضرورية عندما تقول الحرية على كل المستويات صحيح. وهنا أعتقد وأقول أن المقاربة السياسية هي التي غلبت على المصلحة المجتمع والوحدة الوطنية وبالتالي الرئيس السوداني هو يدرك مقاربة الجزائر عدم التدخل الخيارات السودانية ذاتهم أي خيارات ممكنة أي مراحل انتقالية يريدونها وصلوا إلى النقطة وضعوا أجندات لكن كما قلت الخطر الكبير أنهم بدأوا بالتلويح كسر المدني مع العسكري مع العلم أن الدولة هي وحدة موحدة غير قابلة للتجزئة بين شعبها ومؤسساتها وسيادتها وهنا عندما تضرب ما بقي من بقايا المؤسسات الشرعية الفوضى وهنا وهنا ما نسميه بالمجتمع الغوغائي عندما تذهب شرعية احتكار العنف أو أدوات شرعية يصبح كل واحد يدير دولة في مملكته في محيطه حتى على المستوى البشر والأسرة الواحدة إذن أعتقد بأنه من المهم إعادة النظر في هذه المقاربات وعبقرية أقول عبقرية النخب السودانية أعرفها وقرأنا لديهم من الأدباء من المفكرين السياسيين ما يمتلكون من الحلول وأعتقد أستاذ توفيق في مراكز دراسات الوحدة العربية السابق لديه خبرات في هذا الإطار السودانيين لديهم من العبقرية من التجارب الديمقراطية التي تؤهلهم لكي يبنوا دولة قوية وقادرة في حالة إبعاد أي تحالفات للأسف لأمراء الحرب الذين يهيمنون على الذهب وعلى الموانئ على حساب الوحدة الترابية الإقليمية للشعب السوداني أتمنى أن نرى سودانا موحدا وقويا كما قلت شكرا لكم ضيوفي هنا في بلاطو البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا لكم على الحضور وعلى هذه الإفاضة دكتور توفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا لكم أيضا على الحضور وعلى هذه المشاركة دكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أيضا شكرا لكم على الحضور وعلى هذه الإفاضة نشكر أيضا كل من الأستاذ خالد الفكي سليمان الكاتب والمحلل السياسي السوداني وأيضا الأستاذ البروفيسور عبد المنعم همة المحلل السياسي السوداني بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر المباشر نلتقي في مواعيد مقبلة بحول الله سلام